اسمي سيد حجاج ابراهيم مصطفى، ساكن في ميدان بهتيم. معايا رخصة أولى ومعايا عربية بأكل بيها عيالي وجايبها قسط ومسيبها على الله، وبطلع برزق أنا ورزق عيالي. أنا معايا أتوبيس وهو معاه أتوبيس، فتعرفنا على بعض من الطريقة دي. هو بني آدم بتاع شغل. بطلع الصبح افول، ما بعرفش اشتغل واكل عيالي. قلت اجي افول بالليل، حصل معايا ازمه كده، حصلت مشكله في البنزيمه، كان في ازمه جاز. كان ساعتها العربيه بتاعت مجدي اخو مين؟ اخو سيد. فسيد بيتكلم مع الظابط في شده مكالميه حصلت بينه وبين الظابط. بكلم الظابط بقول له ما تعدل الصف ده، لما الناس بتلطش بعد يوم بيقول لي انت هتعرفنا شغلنا. فسيد بيقول له احنا عملنا الثوره ليه؟ عشان خاطر يبقى في احترام، تبادل الاحترام بيننا وبين بعض. أنا غلطان هسيبني، مش غلطان خلاص سيبني. ضرب أخويا، جيت شديت قصاده، جه عمل لي محضر، بقول له طب ليه بتظلمني؟ قال لي أنا هعلمك الأدب بس هتخرج، بس لازم أعلمك الأدب الأول. ليه طيب؟ راح الظابط ماسكه، ماسك سيد ومسكنا إحنا كمان، وراح مدخلنا فين؟ الحبس. اللي حصل راح هو عمل لنا إيه؟ القضية ديت، وراح جاب لنا سلاح، حط السلاح. طب هل سيد كان معاه السلاح ناري؟ قلت له سيادتك ولعيني ولا جاهز، معانا جراكب، ما تشيلش سلاح الناري ليه؟ أنا لو معايا فرد ومعايا عربيتي وداخل على كمين عمري في حياتي ما احط الفرد في جنبي. اقل حاجه عينه في العربيه، في الطابلون، عينه في اي حته. محبوس ومظلوم، شوف بقى وفكرك كله في عيالك وفي ولادك وفي مراتك. وجيت اما اتكفلت، مراتي بعت الحلقه قدامي في المحكمه، خرجت لقيت عربيتي جايبه المكن والعربيه متخبطه. ما روحت قعدت ادور على شغلانه، جيت عليا ايام ولا باكل ولا بشرب، وعربيتي واقفه في الجراج، يعني كانت اسود سنه شفتها في حياتي. انا كل اللي اقول له ما بتظلم الناس بتقف تنام، ما بتظلم واحد بتقف تنام. انا عاوزك وعاوزك تحمي بلدنا وتخلي بالك من بلدنا. ولا عمري في حياتي ما هسلمك ولا هرفع عليك قضيه ولا هعمل حاجه. انا سبتها ما بيني وبين ربنا، وربنا بيجيب كل حاجه. ربنا ما بيسيبش حق بني ادم. بس ان انا بوصله لك، انت ظلمتني، حاول على قد ما تقدر ما تظلمش حد تاني. اللي معاه حاجه اعملها له، معهوش ما تعملوش حاجه، عشان يمكن بياكل امه، بياكل اخواته، بياكل امه، بياكل اخواته. فهمتني؟ اخويا ابني بقى وبيتدلع عليا. مشكله في البلد، مشكله في المنظومه نفسها. مبارك 30 سنه في جهه، خلانا متاخرين عن الدول كلها، متاخرين في كل حاجه، في التكنولوجيا. عملنا حاجه زي ايه؟ خلانا بقت شتوي، لغى تفكيرنا وعقولنا، خلانا ندور على الاكل والشرب. عيب حسني مبارك اللي كان بيخلي الشعب بتاعه ملوش كرامه. السادات وجمال عبد الناصر كان مخليهم كرامه. رئيس الجمهوريه اللي يقف كده والمرشد يقعد جنبه ياخد منه كلام، ما ينفعش يبقى رئيس جمهوريه. رئيس الجمهوريه اللي يروح يسافر بره ويتريقوا عليه بره، يبقى يتريقوا على الشعب المصري كله، يبقى مش جايب لنا كرامه. عاوزين رئيس الجمهوريه يعمل لنا، يعمل البلد دي كرامه، ويجيب لنا حقنا ونصنع ونعمل ونصدر بره. الشعب المصري بيشتغل، الشعب المصري لو اديته هيشتغل. انا في النطره اللي نازله دي وفي الخير بتاع ربنا اللي ربنا بيبعته لنا، ما هو ده خير ربنا بيبعته لنا. اتمنى من الدنيا دي، البلد دي يعني تبقى احسن بلد في العالم، احسن بلد يعني مكتوبه في القران. عاوزينها تبقى احسن بلد، نشتغل ونصنع ونعمل ونقف جنب بعض ومننا فينا، ونخاف على بلدنا. حتى مش ليك ولا ليا، لعيالنا اللي طالعين، لعيالنا. انا وانت ما خدناش خلاص. انا مش عاوز حاجه من الدنيا تاني. انا نفسي ابني لما يكبر يتلاقي ايام احسن من اللي انا فيها. ده اللي انا اتمناه من الدنيا. باسم يوسف في الاول والاخر هو برنامج ساخر، بياخد اي اراء او اي كلام من اي شعب من الشعب ويسخر عليه. انا لو انا مكان سيد انا كنت رفعت على قضيه. اتريق عليا باسم يوسف وبالتالي على خلق الله. ده المفروض يشتغل ارجوز، لما ينزل يشوف الشعب المصري تعبان ولا ظروفه ايه. ما تنزل تشوف عيشتنا عامله ازاي، ده انت عيشتك مرتاح عننا. جايز ما اشتغلتش. انا ما طلعتش، اشتغلت لها الساعه 8 وعمال الف على جايز. ما انا طالع بقى من الصبح لقيت العربيه واقفه. تراخر كده عملت ايه في الموضوع القضيه دوت؟ سكتوا عليه كده خلاص؟ انا ومحامي. انتوا الاثنين مع بعض ولا؟ انا ما هي ده ومجدي الاخر يعني. ومجدي انت صح باسم قال الكلمه طالع عليك ليه؟ عارف مش عارف ربنا بيخلق كل حاجه سبب. الزين مودين عليك بامان. انت قلت لي يا باسم مش بقى حاجه حلوه في حديث قدسي شريف ما ينفعش ان احنا نسوي الايام عشان الايام بتاعت ربنا هو اللي عاملها. بنصورها على الناس اللي ماسكين الوساطه اللي بيمسكونا دول مش عارفين لهم اي مسؤوليه. بس انت المفروض ما تسكتش عن باسم يوسف. اعمل له ايه؟ اعمل له قضيه. قلت لها محمد مرسي، قلت لها حسني مبارك، قلت لها الدنيا كلها. قلت لها عزيز هو تريقه، هو نفسه تريقه. هو تعمل له ايه؟ هو تريقه اصلا. سوبر رجاله. We'll be right back.